تحت رعاية سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل، حضر سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة حفل تخريج الفوج الثاني من طلبة البكالوريوس والفوج الأول من طلبة الدراسات العليا من الجامعة الأمريكية بالبحرين، والذي أقيم يوم أمس في مسرح البحرين الوطني. وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد أن أبناء البحرين يواصلون تحقيق النجاحات بتميز وإبداع، متحلين بروح الإرادة والطموح التي تتسع معها آفاق المستقبل وتتحقق من خلالها مزيد من الإنجازات التي تبعث على الفخر وتدعو للاعتزاز بما يصب في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم، مشيرا سموه إلى ما يحظى به قطاع التعليم من اهتمام ومتابعة مستمرة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لمواصلة إثراء المنظومة التعليمية بما يدعم مسيرة البناء والتطوير. وقال سموه إن التعليم أساس تقدم الأمم وتطور الحضارات، وهي عملية مستمرة نسخر من أجلها كافة الموارد والإمكانيات، وإن إعداد أجيال متسلحة بالعلم والمعرفة قادرة على مواصلة رسم الإنجازات والنجاحات يعد ركيزة أساسية تتحقق بها التطلعات والأهداف المنشودة. كما هنأ سموه الخريجين بتحقيقهم هذا الإنجاز الأكاديمي المتميز، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم المهنية ومواصلة تحقيق مزيد من الإنجازات والنجاحات التي تدعم تقدم وريادة مملكة البحرين. هذا وقد تم تسليم الطلبة الخريجين شهادة التخرج، كما تم تكريم الطلبة المتفوقين بالجوائز والمنح المقدمة من خلال تعاون الجامعة مع عدد من الرعاة والداعمين في القطاع الخاص. من جانبه أعرب الدكتور برادلي جي كوك رئيس الجامعة الأمريكية بالبحرين عن جزيل الشكر والامتنان لسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة على تفضل سموه برعاية حفل التخريج الثاني للجامعة، كما شكر سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة لتفضله بحضور الحفل، كما شهد الحفل الإعلان عن منح منحي عدد من الخريجين فرص تدريب دولية مقدمة من شركة ممتلكات البحرين القابضة ممتلكات صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين وبدعم من صندوق العمل تمكين. We'll be right back.